السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، باستقراء الرسم البياني للجريمة بالمناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 شتنبر الجاري، يلاحظ تسجيل 449,316 قضية زجرية. نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة 396,970 قضية، منها أي بمعدل زجر يناهز 88.34%. وقد أسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا عن توقيف 443,728 شخص، من بينهم 16,862 قاصر. ومقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، يلاحظ أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5.85%، أي بزائد 24,820 قضية زجرية، وهو التزايد العددي في مؤشر القضايا التي يعزى أساساً إلى استجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية، فضلاً عن تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية، وكذا تكثيف العمليات الأمنية التلقائية، أي تلك التي تتم بمبادرة من مصالح الأمن دون ما حاجة لشكاية الضحايا، مثل ما هو الحال في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتلبس بها بالشارع العام، وكذا التفاعل التلقائي مع الوشايات والشكايات مسجلة في المصادر المفتوحة كوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي تحليل النوع لهذه المؤشرات الرقمية ومقارنتها مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، نلاحظ ما يلي: تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2.49% في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات، أي جميع أنواع السرقات، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2124 قضية. تزايد مضطرد بنسبة 7% في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14,582 ضحية، وهي مسألة بالغة الدلالة تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعة القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلاً عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام. تزايد العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10%، فضلاً عن تزايد عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3.13%. وفي مقابل ذلك، نلاحظ أن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وجرائم الضرب والجرح العمديين، لا تشكل سوى 8.9% من المظهر العام للجريمة، وأنها تراجعت بنسبة 5.25% مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل 72.14%، بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70%. ومن الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها، نجد السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5.24%، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17%، والسرقات بالعنف بناقص 2%. كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف عن تسجيل نتائج تالية: توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23,757 شخصاً، من بينهم 465 سيدة و 2097 قاصر للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المخترفة في الشارع العام. استجلاء حقيقة 70% من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني
وكذلك بفضل الدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي الوحدة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية في انتظار تعميمها في الأمد المنظور. تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخص وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض و33 سيارة و22 دراجة نارية. يكشف التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي أن ولاية الدار البيضاء سجلت تراجعاً ملحوظاً بناقص 6% في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعاً بنسبة 66% أي بناقص 4930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27.12% أي ناقص 715 قضية، كما شهد الأمن الإقليمي بمدينة سالة والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له تراجعاً كبيراً نازها 31.41% أي بناقص 1428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف. حضرات السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، في مقابل إحصائيات المظهر العام للجريمة في المجال الحضاري، اسمحوا لي أيضاً أن أستعرض على أنظاركم بعض المؤشرات الرقمية المهمة والدالة والتي توضح بجلاء حجم المجهودات الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وزجر مقترفيها، وهذه الأرقام هي كالتالي: أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف المصالح والمجموعات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلى 15 شتنبر الجاري عن توقيف 420,348 شخص، من بينهم 331,252 تم ضبطهم في حالة تلبس، و 89,096 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك بنسبة زيادة تناهز 8.23% مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. تسجيل ارتفاع كبير بمعدل 40% في عدد قضايا المخدرات التي نجحت مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في إجهاضها، كما تم تسجيل ارتفاع مماثل في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 50%، إذ تم توقيف 94,010 شخص من بينهم 308 أجنبي في الوقت الذي شهدت فيه نفس الفترة من السنة الماضية توقيف 62,839 شخص. تسجيل نسب حجز نوعية في مختلف أنواع المخدرات، وذلك بفضل تنسيق الجهود بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في هذا المجال، يتم حجز 112 طن و 138 كيلوغرام من مخدر الحشيش ومشتقاته، ومليون و 161 ألف قرص مخدر، كما تم حجز 44 كيلوغرام و 32 غرام من مخدر الكوكايين، و 6 كيلوغرامات و 402 غرام من مخدر الهيروين. وفي هذا الصدد يلاحظ تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأقراص المهلوسة التي تم ضبطها خلال الفترة الأولى من السنة الجارية، تزايدت بأكثر من 554,390 قرص محجوز إضافي، أي بمعدل 91%، وهي النتائج النوعية التي تم تحصيلها بفضل العمليات المشتركة بين عناصر الأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني، اعتباراً لخطورة هذا النوع من المخدرات التي تبقى مسؤولة عن اقتراف العديد من الجرائم العنيفة. معالجة 4042 قضية تتعلق بالهجرة المشروعة مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية، وحجز 2026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة، كما تم توقيف 22,747 مرشحا للهجرة غير المشروعة من بينهم 16,245 أجنبيا. تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الانترنت خلال الاشهر الاولى من السنه الجاريه، مقابل 321 قضيه خلال الفتره المماثله من السنه المنصرمه، اي بانخفاض 3.12%، بينما بلغ عدد الاشخاص الموقوفين في اطار هذه القضايا 219 شخص، اما الضحايا فقد نهز عددهم 316 ضحيه من بينهم 112 من جنسيات اجنبيه. سيدات والساده ممثلي وسائل الاعلام، كانت هذه باختصار شديد لمحة عن المؤشرات الرقمية للجريمة المسجلة بالمظهر الحضاري، وكذا بعض تجليات المجهود الأمني المبذول لمكافحتها، والتي تؤكد بالملموس وبلغة الأرقام بأن إحصائيات الجريمة عرفت تراجعا ملحوظا في الكثير من أصناف الإجرام العنيف،
وهو التراجع الذي هم مختلف الولايات الأمنية التي تعرف تجمعات سكنية كبيرة، خاصة الدار البيضاء والرباط وأكادير وفاس وسلا والعيون ومكناس وغيرها. وإن تتفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع انتظارات المواطنين في مجال الأمن وتتعاطى بإيجابية كبيرة وسرعة قصوى مع كل النداءات والطلبات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الأمن، إلا أنها تبقى حريصة أيضاً على مواجهة مروج الأخبار الزائفة التي تستهدف الشعور العام بالأمن من خلال فبركة أشرطة أو نشر أخبار تضليلية حول قضايا الحوادث والجريمة، إذ يتم فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة كلما تم رصد المحتويات الرقمية العنيفة التي تكون مشوبة بالتحريف ولها خلفيات إجرامية. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أنوه بالتفاعل الإيجابي لمختلف وسائل الإعلام مع قضايا أمن المواطنين، مقدراً عالي مستوى التغطية المهنية الجادة للمواضيع ذات الصلة بالأمن العام وبمكافحة الإرهاب، وهي التغطية التي تعتبر لبنة أساسية لترخيص المفهوم المشترك للأمن الذي ينظر إلى الأمن كمنفعة جماعية يستفيد منها الجميع وكتكلفة جماعية أيضاً يجب أن يشارك الجميع في إرصائها والمحافظة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.